بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده عندنا يوم مليء بالاحداث، يوم القمه في كره اليد رجال وسيدات. هنلاقي حضراتكم في اللقاء الاول مباراه كره اليد سيدات الاهلي والزمالك في دوري عمومي كره اليد سيدات، والمباراه ستنطلق في تمام الساعه 9، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان. المباراه ستقام على صاله سيتي كلوب في السلام. المباراة الثانية هتكون في تمام الساعة 11، مباراة القمة أيضا في الرجال الأهلي والزمالك، كما في السيدات أيضا هتكون المباراة في تمام الساعة 11 الحادية عشر في مجمع الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. المباراة تأتي في يمكن المباراة الثالثة لينا أو لنادي الزمالك في دوري سوبر المحترفين. مش عايزين نخلط، ده مش السوبر المصري، دي مش بطولة السوبر المصري، ولكن هي بطولة استحدثها الاتحاد المصري كرة اليد، دوري سوبر المحترفين بمشاركة الأهلي والزمالك وهليوبلس وسبورتنج. ده بالنسبة للرجال. عودة تانية للسيدات، اللقاء الأول. وقبل ما ننطلق للمباراة وننقل لحضراتكم أحداثها، بحب أرحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو. الكابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الأهلي السابق ومدير فني فريق 2003 لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا كابتن، منور قناة النادي الأهلي. حبيبي نورك يا كابتن، الله يخليك. معانا طبعا نجم من نجوم النادي الأهلي ومدير فني السيدات السابق كابتن ياسر صلاح. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا كابتن، منورنا في شاشة قناة النادي الأهلي. وجودك. يمكن نروح لمباراة سريعة يا كابتن، محتاجين نشرح للسادة المشاهدين المباراة والدوري وكان نظامه إيه ووصلنا لفين، ومباراة النهاردة أهميتها إيه بالنسبة طبعا للأهلي والزمالك سيدات اللي هو اللقاء الأول. اتفضل يا كابتن. الدوري السنه دي هو مختلف شويه، احنا بنفكر او هم فكروا ان هم يعملوا رايح جاي وبعد كده دوره مجمعه اولانيه ودوره جمعه ثانيه. الدوره المجمعه الاولانيه خلصت، يمكن هو كان في البدايه 19 فريق مظبوط، وبعد كده اتلعب رايح جاي، رايح جاي هيبقوا منهم ست فرق. لعبوا رايح جاي بالظبط. الست فرق هم عباره عن الاهلي والشمس والطيران وسبورتنج والجزيره والزمالك. تمام. خدوا منهم اربع فرق، اهلي والشمس وسبورتنج والزمالك. ممتاز. هيلعبوا دوري بقى اللي هو دوري العمومي، بس ده المرحله النهائيه. المرحله النهائيه هم طالعين طبعا بنقطهم، النقط الاهلي معاه نقطتين، الشمس معاه نقطه ونصف، سبورتنج معاه نقطه، الزمالك معاه نص نقطه. نعم. عشان نحدد بطل الدوري. نعم. باذن الله. النهارده اول لقاء بقى في النهارده اول لقاء في نهائي الدوره المجمعه اللي هو في الرايح لسه يعني. لا خلاص ده النهائي، هي دوره مجمعه واحده. تمام ممتاز. يعني احنا هنلعب ثلاث مباريات بالظبط، اللي هيطلع بيها بطل الدوري. تمام. انا بس لحضرتك عشان نوضح للساده المشاهدين عشان يبقوا متخيلين، ماراثون طويل جدا في السيدات كان السنه دي كده. وكان وصولا باربع فرق، دي اول مباراه نهائيه. طيب اتكلمنا عن المباراه كابتن، اهميتها للفريقين، هل يعني وضع الاهلي ايه، داخل بنقاط ازاي، الزمالك داخل بنقاط ازاي، برضو اشرح لنا الحته دي. الاهلي داخل معاه نقطتين وده شيء كويس طبعا، ومعانا على الشاشه يا كابتن طبعا حضرتك يعني اللي بتوضح له الساده المشاهدين. بيظهر على الشاشه معانا نقطتين مع الاهلي ونقطة ونصف مع الشمس ونقطة مع سبورتنج ونقطة ونص نقطة مع الزمالك. نعم. مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة مهمة النهاردة، ديربي ملوش دعوة خالص. صحيح. بالترتيب بيفرق معانا في النتيجة ومعنويا لبقية الماتشات. إن شاء الله أنا شايف إن النهاردة ربنا يكرمنا بإذن الله الأهلي والزمالك، يعني هنقول ان معظم ماتشات الأهلي في مواجهات الفريقين في هذا الموسم هم لعبوا بالظبط ماتشين الأهلي والزمالك في مواجهة الأولانية، الأهلي 35 وفاز على الزمالك 17. نعم. ده اللقاء الأول، ده اللقاء الأول موجود على الشاشة كمان. اللقاء الثاني فوز الأهلي 51 والزمالك 21، فرق خبرات طبعا. الزمالك فرقة صغيرة في السن، طالعة مبقالهاش كتير لأن كانوا هما مبيشتركوش، فطالعين بقالهم دلوقتي حوالي 3 سنين. نعم. موجودين في كرة اليد، أنا شايف إن هو في إنجاز برضو هناك، إن الفرقة توصل للمربع الأخير ده، ده حاجة كويسة. ودايما حضرتك زي ما حضرتك قلت دي تبقى مباريات قمه ليس لها حسابات. وجهك يا كابتن محمد برضو حضرتك شايف من وجهه نظر حضرتك اهميه اللقاء النهارده، خاصه ان هي مباراه افتتاحيه لكلا الفريقين، وبعديها هيبقى في مباريتين لكل فريق، فاكيد كل واحد ليه طموحاته او كل فرقه ليها طموحاتها. اكيد النادي الاهلي بيدور على اللقب، نادي الزمالك زي ما قال كابتن ياسر بالنسبه له ده انجاز انه وصل لهذه المرحله. شايف المباراه ازاي يا كابتن؟
والله طبعا بزود كلامي على كلام كابتن ياسر ان هو اهلي وزمالك ليها حسبه مختلفه تماما، اذا كانت في دوري، اذا كانت في كاس، اذا كانت لو في دوره رمضانيه، الموضوع بيبقى مختلف تماما، بتتاخد بطبع مختلف. بدايه الموسم، بدايه الدوره المجمعه ما بين اهلي وزمالك دي بدايه قويه بالنسبه للاهلي. لازم يكسب اول مباراه، هو معاه نقطتين، كسب المباراه 5 نقط، بدا يرتاح. افتتاحيه الدوره المجمعه بمكسب بتبدا تدي اريحيه للفريق، بتبدا ان انت طالع بالنقطتين اللي معاك زائد المكسب بتاعك الثلاثه، فانت بتبقى عديت بنسبه 60% تقريبا ان انت خلاص، يعني انت فاضل لك ماتش كمان 3 نقط كمان توصل ل8 بونت. بقى الماتش الاخير على حسب الفرقتين، النتائج الاخرى تبقى عامله ازاي، انت بالنسبه لك ممكن يبقى الماتش الاخير مش محتاجه في حاجه. فدي برده بتبقى حاجه كويسه للفريق ان هو يبقى داخل ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده بمكسب. هتفرق معاه كتير، هتفرق معاه معنويا للفريق ان حصل حبه تربات خفيفه في وسط الموسم، عشان زي ما اتكلمنا ان الموسم طويل جدا. صحيح. في اصابات، في تعب، في زهق، بتوصل لمرحله اللعيبه الحته دي. فانا شايف ان المباراه دي مهمه جدا واهم مباراه موجوده في المجمعه كلها. طب كابتن، يمكن النادي الاهلي خلال مشواره في الدوري العمومي للسيدات اتذكر انه لم يتلقى اي هزيمه، يمكن الهزيمه الوحيده اللي تلقاها كانت في كاس مصر من نادي سبورتنج، ولكن خلال الماراثون الطويل ده بعدد المباريات الكبيره جدا لعبها فريق السيدات بقياده الكابتن يحيى يوسف لم يتلقى اي هزيمه خلال هذا الموسم. ده بيدل على قوه الفريق، يمكن مباراه واحده، استثناء مباراه واحده، يمكن يعني على ما اتذكر يمكن مباراه مشوار او كان المشوار طويل. ده بيدل على ايه؟ هل بيدل الحمد لله ان فرقتنا قويه؟ هل بيدل ان احنا الحمد لله ماشيين على خطى ثابته وان احنا اقدر بالفوز بالدوري، ولا شايف ده ازاي يا كابتن؟ طبعا فرقه سيدات عندنا فريق قوي جدا، عندهم عناصر متكامله، كابتن يحيى بصراحه عامل شغل معاهم كويس جدا. هي بس في نقطه، بس هي في حصلت في خساره واحده كانت من نادي الشمس. نعم نعم صحيح. دي هي اللي فرقت، دي اللي فرقت معانا في الترتيب وفي يعني بدات يعمل تعمل دوشه شويه، بس هو كابتن يحيى بصراحه بس خساره من ماراثون طويل بالظبط، هو ما اثرتش، هي ممكن تكون اثرت معنويا اكتر من ان انا كده كده انا صاعد بنقطتين، فانا كده كده اوريدي الاول. فهي يعتبر ما اثرتش معايا، بس هي هزت الفريق هزه بسيطه. بس كابتن يحيى بصراحه انا من كام يوم كنت قاعد معاه، لا بصراحه المجموعه بدات تسترجع تاني، بدا يعرف الاخطاء اللي موجوده ايه، بدا يعالجها. فريق ماشي اخر ماتشات، اخر ماتشين دول بشكل كويس جدا. انا شايف لا ان يعني الفوز النهارده بالنسبه للنادي الاهلي هيريح كتير طبعا، وزائد ان الكابتن يحيى عامل شغل بصراحه هايل هايل بصراحه مع المجموعه اللي معاه اللي موجودين، بلس في عناصر صغيرين موجودين معاه. لا يعني انا شايف ان الفريق متكامل، يعني مش ناقص اي حاجه. ان شاء الله نكسب النهارده ويبقى اولى مباراتنا في الفوز. كابتن ياسر، اجي لحضرتك تحليل فني للمباراه، يعني النادي الاهلي بيعتمد على ايه؟ نادي الزمالك بيعتمد على ايه؟ شايف المباراه فنيا بقى، نخش في الفنيات اكتر، شايف المباراه ازاي؟ اولا المباراه يعني بالنسبه للاهلي هتبقى مباراه، انا شايف وجهه نظري انها هتبقى يعني سهله مش صعبه على النادي الاهلي في الوقت الحالي. هو بس معظم الاهلي الدروب اللي حصل الدوره المجمعه اللي فاتت، كان قبلها كاس مصر خساره، نعم، وخساره نادي الشمس في نادي الشمس، فده هيدي دافع، انا شايف انه هيدي دافع للبنات عندنا ان هيبقى الماتش ده من اول دقيقه خلصان. واهم حاجه عندنا 3 بونت، لان انت عندك الشمس او سبورتنج تاني مباراه، فرقتين مش وحشين، اروا ذهنيا ان هم يتوضبوا، يتقابل مع البنات ويهدوا الفتره اللي جايه، واهم حاجه ان التركيز. واعتقد ان كابتن يحيى ايه صور يا كابتن من اللقاء الاهلي والزمالك في الدور السابق اللي كانت على ملعب النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وانتهت 35-17 بفوز بالزبط. النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى المباراه تمشي بالسهوله دي ان شاء الله النهارده. اتفضل ان شاء الله. لا انا شايف ان زي ما قلت حضرتك برضو ان ماتش الاهلي والزمالك بتاع النهارده احنا عندنا عدد خبرات كويسه جدا، عندنا كابتن يحيى موفقهم كلهم، بيعملوا شغل كويس مع بعض، عندي غاده في حراسه المرمى دي عنصر خبره كبير جدا طبعا، عندي نصرة، عندي سندس اللي هي محترفه اللي هي من تونس، عندي اسراء حاجه هايله،
عندي برضو في دعاء كويسة، وفي عندي برضو إسراء وسارة. دول من العناصر اللي عندهم خبرة جامدة. أعتقد أن المباراة النهاردة، طب نادي الزمالك اعتمد عليه يا كابتن. نادي الزمالك عشان زي ما يعني حضراتكم تفضلتوا وذكرتوا انه فريق شاب، فريق بيضم شابات لسه في بدايه الطريق، هل ممكن يكون رتم الجيم بتاعهم سريع بيجروا اكتر؟ يعني نادي الزمالك ايه اسلحته في النهارده؟ ما اكيد وصل للمرحله دي يكون عنده اسلحه. عنده حارس مرمى كويس، كنت بتفرج عليه من فتره، عمل ماتش كويس قوي، يعني وصل في كاس مصر مع فاينل نهائي مع سبورتنج. ده شيء طبعا بالنسبه لهم انجاز. صغار السن، هم عنده بنت باك ليفت، معلش انا ناسي بس اسمها، وعنده برضو هاف حاجه قاسم. احنا جينا القايمه دلوقتي ان شاء الله، قايمه كلا الفريقين باذن الله ونستعرضها مع الساده المشاهدين. عنده عناصر بتعرف تجري كويس سريعه. اعتقد ان الاهلي هيقدر يوقف في بدايه المباراه السرعه ديت عشان يقدر يمشي مجرى المباراه زي ما هو عايز. كابتن ياسر، طب كابتن محمد، يعني برضو هل تتفق مع كابتن ياسر انه المباراه هناك فارق خبرات، هناك ممكن يكون في فارق سرعه لنادي الزمالك، ولكن ده مش كافي من وجهه نظر كابتن ياسر الفنيه انه ممكن يحسم اللقاء؟ شايف فنيا ايه؟ طبعا احنا لو هنتكلم بالورقه والقلم ان هو فريق النادي الاهلي عناصر الخبره اعلى بكتير، زي ما كابتن ياسر قال ان فرقه الزمالك فرقه شابه، هو بيعتمد كمان على في تقريبا اربع لعيبه تقريبا من فريق 2002. نعم، دول الفريق اللي انا بصعده معاه بيلعبوا، يعني لعبوا قدامي لعيبه كويسين جدا هايلين. هم عندهم حته السرعه، هم بيمتازوا بحته السرعه، بس عندهم يعني قله الخبره عندهم هي دي اللي هتحسم المباراه النهارده ان شاء الله. شايف ان في عناصر قوه. حراسه المرمى يا كابتن، هل حراسه المرمى النهارده ليها دور كبير؟ طبعا دايما 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 حراسه المرمى. طبعا دايما حراسه المرمى هي معديه ال 50% كمان. مش 50%، هي بقت دلوقتي اعلى من 50%. ان هي حراسه مرمى مع الفاست بريك تقريبا الجيم بيخلص في يعني في بدايه المباراه، بيبدا تبان ملامح المباراه بتبقى عامله ازاي. لو الحارس المرمى موفق الموضوع بيبقى صعب للفريق اللي قدامك. فانا اتمنى ان حراسه المرمى، احنا عندنا ما شاء الله غاده وموني، وموني وفي وايه برضو، دول ما شاء الله عليهم خبرات عاليه جدا، حراس مرمى كويسين وهايلين، زائد طبعا خبرات سندس لعيبه المحترفه، لعيبه هايله جدا، لعيبه الدوليه بتعرف عندها كل الحلول بصراحه، ان هي بتعرف تمشي لعيبه، بتعرف تخترق، بتعرف تشوط، عندها حلول كتيره. زائد عندنا اجنحه هايله جدا في الفاست بريك والتخلصهم من الهجوم المنظم، خط الخلفي بصراحه لعيبه. طب كابتن محمد، لو حضرتك يعني مكان كلا الجهازين الفنيين، يعني لو قلنا مثلا حضرتك يعني مكان الكابتن يحيى يوسف، والنهارده عندك اجتماع ما قبل المباراه، ايه النصايح الفنيه او ايه التوجيهات الفنيه اللي شايف من وجهه نظر حضرتك انها مهمه ان توجه للاعبات قبل انطلاق المباراه؟ انا من وجهه نظري ودايما انا بحب اقولها، عندي بتبقى عندي حاجه كده، ان هو انا دايما ما بخافش من اي فريق قدامي، انا بخاف من فريقي، بحاول اجهزهم بقدر الامكان. الحاله النفسيه رقم واحد، الهدوء التام في المباراه، ازاي ابقى عارف امتى هجري امتى مش هجري. في فرق ما بين السرعه والتسرع، دي مهمه جدا. في لعيبه كتيره ما تبقاش فاهمه الموضوع ده، ان هي فجاه ان هي عايزه تجري عايزه تجري عايزه تجري، بس امتى هجري وامتى مش هجري، دي الحاجات دي بتفرق كتير. صحيح. في شعره ما بين السرعه والتسرع. بالظبط، دي بتودي في حته تانية خالص. صحيح. بتخلي الجيم بيبقى ماشي بطريقه مختلفه تماما. انا من وجهه نظري ان هم لازم بدايه المباراه لازم يجاروا السرعه بتاعت لعيبه الزمالك بدايه المباراه، بعد كده ابدا بالريتم بتاعي ان انا ابدا اسيطر، طريقه لعبي جوه المباراه دي مهمه جدا، انا اللي افرض سيطرتي، طريقة اللعب نفسها جوه المباراة، أخلي لعيبة الزمالك هي اللي تلعب بالطريقة بتاعتي مش أنا اللي بلعب بالطريقة بتاعتهم، دي بتفرق كتير جدا في الجيم. ودي مهمة جدا، وهم عندهم الخبرات إن هم يعرفوا يعملوا حاجة زي دي، وأتمنى بصراحة النهاردة تبقى اللعيبة تبقى جاهزة هادية نفسيا، هي
الموضوع بالنسبه لي شايف ان هو الضغط بالنسبه للاهلي اكتر من الزمالك. الزمالك ما عندوش حاجه بالظبط، ما عندوش حاجه، بالعكس هو وصل للمرحله دي بالظبط كده يعني، وعنده عناصر الشباب ما حدش بيقدر ان هو يبقى ما حدش هيلومهم في حاجه او هيقدر يطلب منهم حاجه اكتر من اللي هم عملوه. بس النادي الاهلي طبعا احنا متعودين اللي هو اول ثم اول ثم اول، ما عندناش حاجه ثانيه، فهي بتبقى الضغط هي بس اللي بتبقى موجوده. بس هم يقدروا ان شاء الله في بدايه المباراه يفكوا المباراه وتبدا المباراه ان شاء الله بالريتم بتاعنا وبطريقتنا ونكسب المباراه ان شاء الله. كابتن ياسر، شايف حضرتك التوجهات الفنيه اللي ممكن تبقى في غرفه الملابس لكلا الفريقين؟ لانه طبعا مباراه النهارده اكيد نادي الزمالك له طموح ان هو يعمل مباراه قويه امام النادي الاهلي عشان يعني يوضح ان هو كان موسم ناجح بشكل او اخر بالنسبه له انه وصل للمرحله دي. شايف التوجهات الفنيه او توجيهات الفنيه في غرف اللبس شكلها ايه؟ هو اكيد 100% ان كابتن يحيى في الاول هيجري، انت عندك وينجين كويسين سواء فريده، وعندك الناحيه الثانيه الوينج الثاني عندك ساره وعندك امينه، هيبدا يخلص الماتش في تقريبا في انا وجهه نظري ان هو يخلص الماتش في 10 دقائق الاولانيين، وبعد كده هيعمل روتيشن عشان يقدر انت عارف ان مطرات ماتشات ورا بعض صحيح، هيبدا ينظم لعبه. عنده غاده كويسه طبعا في الفاست بريك، وعنده امنيه نفس الكلام، وايه بيعرف يطلعها فاست بريك. اعتقد ان فريده ويارا من ناحيه الليفت، ومن ناحيه الرايت هيبقى ساره وامينه هيعرفوا ازاي يلعبوا فاست بريك. وفي عندنا برضو على الدواير ليلى هيثم، دي برضو هايله، وفي الدائره الثانيه مش فاكرها بصراحه اسمها شهد. تمام، دول عندهم عناصر السرعه، اسراء عندها عنصر سرعه قوي جدا. فاعتقد ان كابتن يحيى اول 10 دقائق لازم يخلص المباراه عشان بعد كده يرتاح. ويمكن يا كابتن هو جدول المباريات، احنا النهارده ان شاء الله عندنا الاهلي والزمالك، طبعا بنتكلم على السيدات. تمام. بكره ان شاء الله هيكون معانا مباراه الاهلي وسبورتنج، ودي هتكون الساعه 11 من صاله سيتي كلوب، بسيتي كلوب بالانتاج الحربي، ويوم 30 هيبقى الاهلي والشمس. يعني هو متاخده تدريجيه لان احنا الاول فبناخد الثالث وبعد كده بناخد الثاني. بس انا شايف ان المباريات تقريبا هتبقى متلاحمه. فالحقيقه موضوع اللي كان حضرتك بتقول عليه ان هو توزيع دي مهمه جدا. يعني مهم. طيب خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا فاروق صلاح عشان يطلعنا على اخر الاستعدادات للفريقين. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه طبعا بيك يا كابتن هيثم، كل الشكر للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كباتن مصر الكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الوارث، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدو ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من داخل صاله سيتي كلوب السلام قبل انطلاق المباراه، قبل انطلاق المباراه اللي هتجمع ما بين الاهلي والزمالك طبعا في بدايه الدوره المجمعه لحسم او نهائيات دوري كره اليد السيدات. طبعا الدوره المجمعه كلها كابتن هيثم هتقام هنا على صاله سيتي كلوب. خليني اقول لك اخر استعدادات فريق النادي الاهلي ونتكلم اكتر يعني عن كواليس البطوله. خليني اقول لك ان النادي الاهلي طبعا دخل الدوره المجمعه والختاميه وهو في المركز الاول برصيد نقطتين طبعا بعد حسم النتائج السابقه والنتائج الاعتباريه للنادي الاهلي. المركز الثاني لفريق الشمس بنقطه ونص، ثم فريق السبورتنج اللي في رصيده نقطه، بينما نادي الزمالك في المركز الاخير بنصف نقطه. علشان كده النهارده هتبقى المباراه الاولى ما بين صاحب المركز الاول اللي هو النادي الاهلي بنقطتين في مواجهه صاحب المركز الاخير نادي الزمالك، ثم عقب هذا اللقاء هتكون في مواجهه قويه ايضا ما بين سبورتنج والشمس عقب هذا اللقاء، ثم غدا ان شاء الله تكون مواجهه ما بين النادي الاهلي صاحب المركز الاول مع فريق السبورتنج صاحب المركز الثالث، ثم الختام هيكون مباراه الاهلي والشمس طبعا صاحب المركز الثاني. طبعا مع نهايه وختام المباريات ان شاء الله اكثر الفرق طبعا حصولا على النقاط هيكون هو بطل الدوري هذا الموسم. طبعا كل الامنيات وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه البطوله باذن الله، وسيدات النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على حسم هذه البطوله باذن الله. اقدر اقول لك ان يعني اخر استعدادات فريق النادي الاهلي طبعا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للنادي الاهلي
اتكلم مع اللاعبين طبعا بعد المباراه الاخيره اللي فاز فيها فريق سيدات النادي الاهلي على سبورتنج بنتيجه 28-23. اتكلم ايضا مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، ويعني قال للاعبين مش عايزين نشوف يعني ننظر لاخر مباراه جمعت ما بيننا وما بين الزمالك وفزنا عليهم، لا عايزين نركز وتكون بدايه قويه جدا قبل مواجهه سبورتنج ومباراه الشمس. النهارده بالامس كان تمرين اخير للنادي الاهلي ثم الدخول في معسكر امس، النهارده كان في محاضره فيديو جمعت الكابتن يحيى يوسف مع لاعبات النادي الاهلي، اتكلم وشدد على اهميه اللقاء طبعا مع عرض بعض مقاطع الفيديو والدور اللي بيقوم به محلل الاداء في النادي الاهلي للوقوف على كل كبيره وصغيره. على الجانب الاخر الكابتن عاطف سالم المدير الفني للنادي الزمالك اتكلم طبعا على اللقاء وشدد على لاعبات النادي الزمالك على قوه النادي الاهلي والعناصر المميزه في فريق النادي الاهلي. خليني اقول لك يا كابتن هيثم ان اخر مواجهه جمعت ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك كانت 1 ابريل، يعني هذا مطلع هذا الشهر، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 51-21 بفرق 30 نقطه. ده اللي بيدل على قوه فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده قادر طبعا على حسم اللقاء، ويعني تبقى خطوه مهمه جدا قبل الخطوتين القادمتين امام فريق سبورتنج وفريق الشمس. اقول لك النهارده طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه احمد مصطفى شوقي حكم الاول ومحمد محمود عادل الحكم الثاني، المسجل يوسف سامح والمقاطي محمد احمد محسب، ويراقب المباراه الكابتن جمال رمضان. كل الاجواء هنا مميزه، لاعبات النادي الاهلي الثقه موجوده عند لاعبات النادي الاهلي، ان شاء الله ده نشوفه ينعكس على اللاعبين ونشوف مردوده في ارض الملعب ويكون يعني مباراه كبيره ان شاء الله يكلل فيها فريق انسات النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي بالانتصار باذن الله. انا موجود معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. كنت عايز اسال فاروق، هل المباريات هل يعني المباراه اللي بعدين هتنطلق مباشره ولا ممكن يكون في وقت راحه؟ يعني المباراه اللي بعدين هيبقى فيها تبقى الساعه كام بالظبط؟ يعني اقدر اقول لك يعني عقب نهايه هذا اللقاء بنصف ساعه، يعني عقب نهايه لقاء الاهلي والزمالك بنصف ساعه هتبقى يعني لفتره النصف ساعه ما بين المباراتين هتنطلق المباراه القويه جدا مباراه سبورتنج والشمس. وخليني اقول لك ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بيقول هذه المباراه اهميه، قال ننتهي من مباراه الزمالك ثم الفريق بالكامل والجهاز الفني هينتظر في الصاله ايضا لمتابعه هذه المباراه. طبعا انت عارف ان هي مواجهه قويه جدا والنادي الاهلي بينتظر مواجهه اقوى مع فريق سبورتنج غدا باذن الله، ثم الختام ان شاء الله تكون يوم السبت امام فريق الشمس. يعني عقب نهايه هذا اللقاء بنصف ساعه هتكون انطلاق مباراه سبورتنج والشمس. يا كابتن عيسى الله فاروق وكل التوفيق لفرقتنا النهارده، بشكرك شكرا جزيلا. في زميلنا العزيز فاروق صلاح من صاله سيتي كلاب بالسلام، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نرجع نكمل كلامنا الفني على لقاء القمه في كره اليد سيدات الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكر حضراتكم النهارده يوم القمه في كره اليد سواء رجال او سيدات. السيدات ستنطلق بعد لحظات منذ الان الساعه 9 ان شاء الله، الاهلي والزمالك في القمه او في المرحله النهائيه في الدوري العمومي، فريق تحت قياده الكابتن يحيى يوسف، واللقاءين الاخرى يعني مع نادي الزمالك انتهى بفوز النادي الاهلي بفارق كبير. ان شاء الله نتمنى النهارده ان المباراه تسير على نفس يعني نهج المباراتين اللي فاتوا. اما بالنسبه للرجال ان شاء الله هيكون مباراتنا النهارده مع نادي الزمالك في تمام الساعه 11 هيكون من مجمع الدكتور حسن مصطفى، ودي المباراه الاولى للقمه تحت قياده المدير الفني الجديد دانيال جوردو الاسباني اللي تولى المسؤوليه قبل هذه البطوله، واللي هيكمل معانا ان شاء الله للسوبر الافريقي وايضا كاس الكؤوس الافريقيه. الجمهور متشوق يشوف الفرقتين النهارده ويعرف ان شاء الله الحاله الفنيه لكلا الفريقين. يمكن كابتن خلاص لحظاته تنطلق المباراه، كابتن ياسر توقعاتك لسير المباراه النهارده بالنسبه للسيدات، يعني شايف ال 30 دقيقه الاولى هيمشوا ازاي، 30 دقيقه التانيين يعني شايف المباراه هتمشي ازاي النهارده، توقعات يعني. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك يا كابتن هيثم ان احنا اول 10 دقائق الاهلي ان شاء الله يحسم المباراه ويبدا يعمل روتيشن مع اللعيبه والمباراه هتعدي على خير باذن الله مكسب، وكل ده عشان عنده ماتش بكره برده مش سهل سبورتنج. نعم. وبعديها ماتش الشمس، فانا وجهه نظري ان اول 10 دقائق ان شاء الله كابتن يحيى هو والبنات باذن الله يخلصوا المباراه. ده السيناريو اللي حضرتك شايفه انه 10 دقائق هيكون
كفيله ان شاء الله ان احنا نقدر نسيطر على المباراه، وبعديها بيدي يعمل روتيشن عشان يدي فرصه كمان يتفرج على المباراه اللي بعديها عشان يقدر يحكم فنيا على الحاله الفنيه لسبورتنج والشمس. كابتن محمد شايف سير المباراه في 60 دقيقه ممكن يكون ازاي؟ بتتفق مع كابتن ياسر ان 10 دقائق يعني ان شاء الله تكون كافيه للسيطره تتم على المباراه، ولا شايف ممكن يكون في وقت اطول؟ انا من وجهه نظري يعني المباراه مش هتخلص في البدايه خالص، المباراه هتبقى في اولها ماشيه ند بند. نعم. مش هيبقى في يعني مش هتبقى المباراه مش هتبقى مفتوحه من البدايه خالص. الطبيعي ان هم لازم يبداوا ان انا ابقى مسيطر على المباراه اكبر فتره ممكنه لغايه الشوط الاولاني، اعديها الشوط الثاني ابدا افنش المباراه. انا ده من وجهه نظري ان انا ابدا المباراه، عرفت ان انا اخلصها في البدايه الدنيا تمام مفيش مشكله يبقى تمام. لكن انا اتوقع ان هي مش هتبقى ماشيه ان هو يبقى الموضوع السكور مش هيبدا يفتح. طب انت لو مدير فني تحط حساباتك على اي سيناريو، يعني حضرتك مدير فني هل تفضل ان المباراه تمشي يعني ستيب باي ستيب، ولا تتفق مع كابتن ياسر ان ننزل فول باور 10 دقايق ونخلص؟ يعني انت كمدير فني لا هو طبيعي تفضل ايه؟ لا طبيعي لازم انا هبدا بفول باور بدايه المباراه. نعم. بس هي دايما مباراه اهلي وزمالك دايما ما بتبقاش مفتوحه من البدايه. نعم. دي يعني دي يعني بالظبط اللي هو برضو رهبه اهلي وزمالك، ضغوطات الدنيا، ان انا في الفتره اللي فاتت الدنيا كانت لسه ما جاتش مستقره، بدات اضبط نفسي. فانا بدايه المباراه بالنسبه لاهلي وزمالك دايما دايما عمرها ما بتبقى مفتوحه من البدايه خالص. ده من توقعاتي، والله اعلم ممكن يبقى الموضوع السيناريو زي ما كابتن ياسر بيقول ان هي لا تبقى مفتوحه تخلص في اول 10 دقائق، وده بالنسبه لنا هيبقى اريح بكتير وهتبقى احسن. طبعا ان هو يبدا يريح اللعيبه كلها من البدايه. طب هسأل حضرتك سؤال تاني برضه، كنت يمكن زميلنا فاروق صلاح كان وضح لنا من ارض الملعب انه بعد انتهاء اللقاء ده هيكون في المباراه الثانيه سبورتنج والشمس، ودي ارض صور من ارض الملعب يعني واضحه لحضراتكم اهي، وطبعا الفريقين بيتبادل طبعا التحيه قبل اللقاء كالعاده في كره اليد، عشان لحظات يا كابتن هي يعني في مباراه قويه هتبقى موجوده يعني بعدينا، يمكن وقت راحتنا هيبقى اطول لان احنا واخدين اول الدوري، فاحنا هناخد يمكن 24 ساعه. الفرقه اللي بعدين او نادي السبورتنج هيكون والشمس هيكونوا لاعبين مباراه، فمش هياخدوا وقت اطول. دي ميزه ولا لا؟ دي اكيد طبعا ميزه بالنسبه لنا ان هي فتره الراحه عندنا بتزيد، فدي طبعا بالنسبه لنا هتبقى اكيد طبعا ميزه كويسه جدا ان هو يبدا استعاده الشفاء طبعا للعيبه تبقى موجوده بالنسبه لهم. انا شايف طبعا لا اللي هي طبعا دي حاجه مهمه بالنسبه لنا، ودي حاجه دي هتفيدنا طبعا. طب شكرا معلقنا الكابتن ايهاب رجب. اذا انتهت احداث الشوط الاول بفوز النادي الاهلي 18-13 في لقاء القمه ما بين الاهلي والزمالك في كره اليد، في مباراه يمكن النادي الاهلي تسيدها منذ الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول فارق 5. ارجع لضيوف الاستوديو كابتن ياسر صلاح اللي برحب بيه المره الثانيه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن. كابتن محمد ابو وارث اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن ياسر. راجل حضرتك يعني تحليلك الفني للشوط الاول، يعني شهد تفوق يعني اهلاوي، اكيد لك رؤيه فنيه يا كابتن. وعكس طبعا كابتن يحيى ابتدى بعكس ما احنا كنت انا بقول، يمكن كابتن ابو وارث قال ان هو هيبدا الماتش هيمشي واحده واحده، وده اللي حصل. بس من الدقيقه 16 لما بدا الاهلي نادي الاهلي يجري بدانا نركب المباراه بعد الدقيقه 16 بالظبط. ريسك عالي طبعا واخده كابتن يحيى لان هو عنده ماتشات ثانيه، انا شايف سندس بره التشكيل، سندس اللعيبه المحترفه التونسيه خارج التشكيل اليوم، وفريده لسه كنت بتكلم تحت انا وكابتن عبد الوارث، وقال ان فريده تقريبا عندها رباط صليبي طبعا واحده من نجوم النادي الاهلي وينج، عوضه بواحده من 2003 في الكابتن سامح عبد الوارث، طبعا حاجه هايله جدا، عظمه تقريبا او اسمها ايه بالاصلي؟ والله نسيت انا، هي عظمه على طول، هي عظمه مشهوره. اسم الشهره دايما بيطغى على الاسم الحقيقي دايما. عندي طبعا نجم الشوط الاولاني غاده حسام حارس المرمى. نعم. بسم الله ما شاء الله تصدت لعدد كبير. لما جرينا عندي دعاء عملت جيم كويس مع الدوائر سواء نصرة او شهد، لما بداوا يجروا هم واسراء. نعم. من دقيقه 16 بدانا المباراه تعلى معانا. نعم. انا شايف ان الشوط الثاني هيبقى ليه شكل ثاني، هندوس شويه كمان عشان نرتاح نستعد لمباراه بكره ان شاء الله. بالظبط كده. وعندي برضو في قلت اسراء ودعاء وشهد ونصرة عيد. نصر النهارده بتلعب على الدايره. بتلعب على الدايره. نعم.
لعبت كويس على الدائره انا شايف وبتجري. شاهد نفس الكلام، انت راحت فاست بريك، اسراء راحت فاست بريك، عظمه راحت فاست بريك. عندي ناحيه بس ناحيه ساره الخولي ما حدش بيجري من ناحيتها، على الرغم انها في اوقات كتير قوي لو قدرنا ناحيه الشمال ناحيه الشمال لا. هنعمل جيم كويس، اعتقد ان احنا هنستغلها في الشوط الثاني. طب كابتن محمد، يعني اجي لحضرتك برضو في رؤيه فنيه، يمكن انا وانا بتابع الشوط الاول لاحظت ان احنا يمكن الاطراف مش مستغلين بشكل جيد، يمكن يعني الناحيه اليمين والشمال ما حطناش اهداف كبيره من الونجين، يعني رؤيه حضرتك الفنيه وتبريرك لده ايه؟ والله دايما هي عندنا بتبقى مشكله اصلا من الاجيال الصغيره، ان هي ما بتلعبش مع الاجنحه في اللعب المنظم. انا من وجهه نظري دايما انا بعتمد على الاجنحه اعتماد كلي، هي اللي بتبدا تفتح لي المباراه، تفتح لي الدفاع، تقدر تخلي الخط الخلفي والدوائر يبدا يبقى في شغل من ناحيته، يبقى في مساحات بالظبط كده. فديك ودي الفريق ما كانش مستغلها الشوط الاولاني، هو احنا كنا بنشتغل على زي ما كابتن ياسر قال اللي هو من الدقيقه 16 بدات الفرقه تفوق وتلعب بالفاست بريك. قبل كده المباراه زي ما اتكلمنا انا ده كان من وجهه نظري ان هي المباراه مش هتبقى مفتوحه، الجيم مش هيبقى مفتوح من اوله. فرقه الزمالك مفيش حاجه تبكي عليها، بتلعب احنا فرقه الاهلي هي اللي مضغوطه نفسيا، مضغوطه ان هي لازم تبقى في مكسب، فريق قدامها السن بالظبط، وفريق قدامي كمان سنه صغير، فالسن الصغير مع الكبير لما بيتقابل في المباراه بتبقى برضو فيها حته ان انا السن الكبير انا مش عايز يبقى شكلي وحش قدام اللعيب الصغير، هي دي برضو الحته دي. بس احنا عندنا برضو بتأثر. شبات خلي بالك كابتن، يعني عندنا شبات مصعدين. انا بتكلم اللي هو كخبرات موجوده في الملعب. نعم. فرقه الزمالك بتعتمد على مريم عمر، لعيبه هايله جدا، مواليد 2004. ففرقه الزمالك كلها بتعتمد على اللعيبه دي. هي تقريبا النهارده هي المسيطره، السيطره التامه في فرقه الزمالك، هي اللي بتحرك الفرقه، هي تقريبا جايبه نص السكور. رقمها 99 تقريبا. رقمها 8 8 او 8 تقريبا. سنتر هاف ولا السنتر هاف اللي هي السمراء شويه دي، هي دي رقم 8. بتلعب ساعات في الباك ليفت ورا بتلعب ثابت الكره في وده ملخص للشوط الاول، الهايلايتس للشوط الاول يعني اللي هي بتدفع ورا قدام دلوقتي. يعني بص يا كابتن، انا دايما بلاحظ يعني ان احنا بنميل للاختراق من الناس في الملعب. الونجات شايف حضرتك الونجات هناك يعني تكاد تكون فاضيه، لو راحت لك روس باس سريعه شويه ممكن تاخد خطوه تو ستيب انسايد وتفتح الزاويه تخش تسبب. برضه قطع كلامك كابتن هيثم، احنا عندنا حته صغيره بعد اذنك كابتن سامح، ان ساره الخوري بتدافع في الباك رايت، فانت ما عندكش حد بيجري في الوينج رايت، ودي اعتقد ان كابتن يحيى هيعالجها على اساس ان ساره تبدا تجري فاست بريك، لان هي بتدافع. طب ليه طب ايه المشكله لما دافع واجري؟ يعني برضو في اتنين مش هقدر اطلع فاست بريك، لان هو اخر واحد بيطلع في الملعب. هو لازم ببقى مامن في الدفاع في الاول، عشان لو الكره حاطط ارتداد للكره فلازم اللي هم الاربعه اللي في نص الملعب هم اللي بيبقوا مسيطرين، او هم اللي بيبقوا واقفين بيستنوا الكره حصل اي حاجه عشان يبقى في ارتداد، يبقى احنا موجودين بالظبط. هو هيبدا يعالجها زي ما كابتن ياسر قال، ان هو هتبقى ناحيه التغيير او ناحيه الرايت تبقى منين الاتجاه التغيير عنده. نعم. فهي دي اللي يقدر ينزل حد مدافع ويغيره ويبدا بالزبط. يريح ساره او ينزل امينه، وعلى ما اعتقد دايما هو بينزل امينه في الشوط الثاني، بتبقى ان هو يبدا عنده وينجين فيبدا يضغط بواحد، الثاني يبدا يفنش على حسب رتم المباراه. بس احنا شفنا النهارده يا كابتن برضو، شوف لونج باص زي ده مثلا، شفنا كتير لونج باص لينا الحقيقه بتوديك 1-0 على المرمى. يعني شفنا النهارده برضو احنا عندنا نزعه الجري، يعني الفرقه يعني عندنا يعني عندها حته ان هي عايزه تجري، وشفنا اللونج باص كتير ده. هل ده وليد الصدفه يا كابتن، ولا بيكون يعني تدريب يا كابتن ياسر؟ لا طبعا بيبقى تدريب. يعني ده جمل النادي الاهلي متمرن عليها، وهي زي ما غير كابتن سامح الاولى والثانيه والثالثه. قال احنا في الاول هنبدا واحده واحده، هو ده اللي حصل فعلا، ان هو بدا يشتغل على مباراه واحده واحده. حتى لما الزمالك ركب في اول مباراه ما كانش فيه قلق للعيبه الاهلي، هم عارفين بيعملوا ايه وهيمشوا ازاي. بص دي لونج باس كمان يا كابتن 1-0، ويتكرر المشهد ده دي الفاست بريك اللي هو بتاع اللي انا بقول عليه ثلاث مرات انا اتذكر. هو ده بالفعل ان احنا 1-0 دي بتريح الامور، بس بتبقى لازم يبقى في دفاع جيد. عشان بص حضرتك دعاء مع نصر دي كان فاست بريك برضو جري، لما بداوا يجروا بدا يبقى ليك شكل. نعم. وزي ما بيقولوا ايه، انيابنا بدات تطلع يعني خلاص بقى كفايه كده. بدانا لونج باس ثاني اهو يا كابتن، دايما يعني دايما بنلاقي حته اللونج باس دي بتبقى حاجه جيده. طب كابتن خلينا نتكلم عن يمكن نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده اللاعيبه او اثنين على الدايره
بيشكلوا عبء وبيشكلوا ضغط لان هم بيجيدوا اللف. يعني خدت بالك حضرتك بس الكره دي زبرانا جت هدف ولكن الدايره فاضيه. كانت لغايه الدقيقه 15. عندنا بجاب كبيره في الدايره يمكن دول لاعبات النهارده اللي خارج التشكيل وهم مجموعه كبيره من نجوم امينه فهو بيريحهم بشكل كبير عشان مباراه بكره. طب الجابات اللي عندنا على الدايره ليه؟ بص هو في الاول بدا في 5-1 وبعد كده لما بدا ينزل تحت 6-0 بدات العمليه تقفل شويه. وما بدانا نجري دي خلاص يعني ما عادش في شكل للمنافس شويه في على الدايره. هو عنده الهاف والباك ليفت في الزمالك اللي هو رقم 99 ورقم 8 اللي كان بيقول عليها كابتن بارس، هم دول اللي بيشغلوا الدوائر، دول مفاتيح كي بلايرز، دول مفاتيح. واعتقد ان هو في الشوط الثاني كابتن يحيى هيقفل القصه دي خالص. نعم. لان هو عنده برده مدافعين كويسين زي ممكن ليلى هيثم، في ليلى شريف مش ليلى بره التشكيل، انا شايف ليلى هيثم بره التشكيل كمان لا كانت موجوده، كانت موجوده وليلى شريف موجوده برده، لعبة عندها خبره جامده ومنا موجوده. اعتقد ان الشوط الثاني هيبقى ليه شكل ثاني خالص في الدفاع. كابتن محمد يمكن استراتيجيه كابتن يحيى يوسف باينه، هو النهارده ما لعبش بالفول تيم، مريح 6-7 لاعبات عشان مباراه بكره وبعده. يعني النهارده عايز يكسب باقل مجهود ممكن يكسب، وبيكون في نفس الوقت بيجهز البنش بلايرز انه يكونوا برده فايقين بكره. شايف النهارده يعني استراتيجيه كابتن يحيى يوسف ماشيه ازاي؟ هل عشان عندنا مباراه قويه بكره ولا خايف من الاصابات؟ يعني ايه النهارده؟ هو طبعا استراتيجيه كابتن يحيى، معلش انا اسف يا كابتن. شكرا معلقنا الكابتن ايهاب رجب. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي في اولى خطواته لاستعاده لقب ان شاء الله او الحفاظ على لقب بطوله العمومي. انتهت اللقاء بنتيجه 35-28. الف مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك. خلينا نروح لارض الملعب ولقاء مع فاروق صلاح مراسلنا في ارض الملعب، ولقاء مع الكابتن يحيى يوسف المدير الفني اللي بنقول له مبروك وان شاء الله بالتوفيق في مباراتين بكره ان شاء الله. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه طبعا بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام كابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الوارث وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي في مباراه القمه على سيدات الزمالك بنتيجه 35-28، خطوه مهمه زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم قبل طبعا مواجهه سبورتنج والشمس. لكن هنتكلم بشكل اكبر على المباراه. بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات النادي الاهلي. كابتن يحيى تحيات الكابتن هيثم الكابتن ياسر صلاح كابتن محمد عبد الوارث، بيباركوا لحضرتك على المباراه النهارده، خطوه مهمه جدا في مشوار البطوله والحفاظ على لقب بطوله الدوري السيدات. طبعا برحب بقائد الاهلي وبكابتن هيثم وكابتن ياسر صلاح وكابتن محمد الوارث. طبعا الحمد لله طبعا على المكسب النهارده. طبعا احنا حامل لقب البطوله دي وان شاء الله احنا جايين ان شاء الله برده ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره وبعده وناخد بطوله الدوري. ده تعبنا ومن اول الموسم، بس الدوري المجمعه كل ليها استراتيجيه معينه مع بعض اللعيبه كمان. لو هو اللي صوته بتاعيه كابتن هيثم وكابتن ياسر وكابتن عبد الوارث، شايف ان انا اصلا في لعيبه مريحه، في حتى جوه السكور وبره السكور انا مريح لعيبه، بحس ان دي ثلاث ايام وماتشات تقيله بعد في رمضان طبعا وبعد الفطار، ان انا يبقى عندي مخزون لعيبه ان انا اقدر اكمل بيه ماتشين بكره، ماتش صعب بكره مع سبورتنج وبعده برده ماتش مع الشمس، فريقين محترمين. فكل دوري مجمعه طبعا كل دوري مجمعه ليها حساباتها اصلا، عشان كده كنت مريح ما رضيتش ادخل من الناس اللي انا مريحه دي حد بحيث ان هم عندهم اكبر راحه ممكنه. طبعا الحمد لله على المكسب وان شاء الله احنا بنحضر اصلا كمان من النهارده نحضر الماتش بكره ماتش سبورتنج ان شاء الله. كابتن يحيى كباتنا في الاستوديو التحليلي كلموا في نقطه مهمه جدا، قال لك ان الضغط على النادي الاهلي اكبر، النادي الاهلي مطالب طبعا بالمركز الاول، عناصر الخبره الموجوده في النادي الاهلي ده اكيد بيبقى ضغط على النادي الاهلي في المباراه في مقابل التعامل مع سرعات نادي الزمالك. الامر ده الكابتن يحيى اتعامل معاه بشكل اكثر من رائع وشفنا الشراسه الدفاعيه في النادي الاهلي في على مدار شوطي اللقاء. بص طبعا بص يا حبيبي، طبعا مفيش لعبه فيهاش اخطاء، مفيش اخطاء يبقى مفيش اهداف. الشوط الاولاني كان الدنيا مش لذيذه شويه في الدفاع وكده، بحس ان الشوط الثاني لعبنا واحد مان على اخطر واحده فيهم مريم عمر، رجليها سريعه فورك بتاعها سريع فبتقدر تعدي او تعمل زياده، فعملنا ما عملت مان عليها بقى الضغط عندي قل شويه مع طبعا العناصر الموجوده. طبعا غير كمان عندي كمان لعيبه في الوينج ليفت، فرح حازم، وعندي روان باك رايت، روان سعيد ده مواليد 2002، لما باجي بدخلهم جوه الجيم بحيث ان كمان يوم عندهم استعداد لبكره والبعده. طريقه الدفاع طبعا بتغير على حسب مجريات اللعب، انا كنت بادئ ب 6-0 وممكن اغيرها ل 5-1 او مان تو مان.
كل ماتش ليه ظروفه طبعا على حسب ممكن طريقه الدفاع اللي انا بدات بيها النهارده ممكن ما ابداش بيها بكره خالص بقى طريقه مختلفه خالص على حسب الفرق اللي انا هلاعبها. اتمنى ان شاء الله يبقى نشوف اخطائنا النهارده او قبل الفطار بكره نشوف اخطائنا ايه وندركها وربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. كابتن يحيى قاعد هتتابع مباراه السبورتنج والشمس تشوف المباراه لان الخطوتين الجايين مهمين جدا سواء سبورتنج او الشمس. اكيد طبعا لازم اتابعهم ان شاء الله طبعا هم فريقين مهمين فلازم العب عليهم طبعا بحيث ان انا اشوف نقطه القوه والضعف عندهم ان انا بكره هلعب سبورتنج وعلى كل ماتش عادي مش هفكر في ماتش الشمس بعد بكره لما افكر في ماتش سبورتنج اللي هو بكره ان شاء الله. يحيى بنبارك لك خطوه وانتهت ان شاء الله بالتوفيق في الخطوتين الجايين ونحافظ على لقب الدوري باذن الله. الحمد لله وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بالدوري ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء طبعا وفوز النادي الاهلي على فريق الزمالك سيدات الزمالك في مباراه القمه بنتيجه 35-28 خطوه مهمه زي ما حضرتك قلت وزي ما كابتن قالوا فاضل خطوتين تانيين لكن سيدات النادي الاهلي ان شاء الله على قدر المسؤوليه ويحسموا البطوله. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا وصدقت كل التوفيق للفريق وان شاء الله يقدم مباراه بكره جيده وبعد بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فاروق. يمكن كابتن ياسر اجل حضرتك كابتن يحيى زي ما شفنا احنا يمكن مش محتاج هو كمان كان يشرح لنا احنا كنا واخدين بالنا كويس انه مريح فعلا اللاعبات داخل السكور وفي المدرجات فيمكن كابتن يحيى اكد لنا اللي احنا خدنا بالنا منه. طبعا كابتن يحيى درج المباراه بطريقه كويسه وان هو ياخد الريسك العالي جدا في الماتشات ديت انه مريح المحترفه اللي هو جايبها سندس وليلى هيثم وامينه كل دول مريحهم دول عناصر قويه موجوده ديها اسمها في قلب الفرقه ان هو يريحهم في ماتش زي دوت عشان خاطر ماتشين عنده بكره وبعده. احنا لا هو لعب على قد المباراه في الحدود اللي هو يطلع بيها وعمل روتيشن كتير ودخل في بنات صغيره من عند كابتن عبد الوارث تمام ناشئين انا شايف هيبقى ليهم جيت كويس حاجه كويسه طبعا هو يدخل معظم ناشئين من تحت ويعتمدوا في ماتش زي الاهلي والزمالك ايا كانت الخبره ده شيء كويس. لا انا شايف ان هو عمل روتيشن كويس قوي مع الفرقه ومشي بيها كويس. نعم. انا ماشي بيها الشوط الثاني انت طالع حافظت على الخمس تجوان الاولين وهم الشوط الاولاني والشوط الثاني فرقت جونين وبدا يلعب البنات الصغيرين. نعم والنتيجه انتهت 35-28. كابتن محمد يعني كابتن يحيى يوسف كان واضح في كلامه ان هو تعمد راحه اللاعبات لان ماتشين بكره محتاجين جري كتير واكيد هم حتى في النقاط قريبين من النادي الاهلي فعندهم امل في المنافسه خاصه الفريق اللي هيكسب النهارده وات ايفر هيكون مين هيكون هو اقرب مع النادي الاهلي المنافسه ايضا. بالظبط هو ده واقعي جدا اللي كابتن يحيى اللي عمله النهارده في المباراه بصراحه وانا كنت متوقع حاجه زي دي ان هو فرقه الزمالك مش الفرقة القوية ان انا اقدر العب بكل قوتي. عندي بكرة ماتش سبورتنج ماتش فيه خبرات فيه شباب فرقة عارفة هي بتلعب ازاي. فرقة سبورتنج دايما بتعتمد على انا امكانياتي ايه وبلعب عليها. نعم طب خلينا استاذنك كابتن محمد هنروح لارض الملعب وزميلتنا سلا حامد ولقاء مع لاعيبة الفريق منا خالد اتفضل يا سلا. برحب بك يا كابتن هيثم وطبعا برحب بكل ضيوفك الكبار والكابتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وطبعا خليني ابارك لك يا كابتن هيثم وبارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بفارق 7 نقاط في مباراه اليوم بنتيجه 35-28 ويمكن النهارده كمان معايا واحده من نجوم المباراه النهارده زي ما حضرتك قلت منى خالد. طبعا يا منى في البدايه برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي وعايزه ابارك لك على مباراتكم النهارده كدي اول مباراه لسه في مباراه بكره وبعده اصعب مباراتين في الدوره الاخيره. كلميني عن مباراه النهارده وازاي استعدتوا للمباراه دي. الله يبارك فيكي. احنا النهارده يعني احنا دايما عندنا طقوس كده ان احنا لازم بنتفرج على الماتش بنتفرج على المنافس بنديله احترامه بنعرف هو بيعمل ايه في الجيم على طول وعشان نعرف ناسس الدفاع والهجوم على النقط الضعف دي. بس طب كلميني عن مباراه النهارده وطبعا ادائكم في الشوطين في الشوط الاول والشوط الثاني. احنا كنا عايزين نظبط الدفاع اهم حاجه الدفاع لانه يعني انت لما بتدافعي كويس الفرقه اللي قدامك خلاص بتبقى حاسه ان هي ما عندهاش اي حلول ونجري فاست بريك وده دايما بيسرع انه خلاص اللي قدامنا يقع ونكسب ان شاء الله.
طبعا بكره منا في اصعب مباراتين، مباراه الشمس ومباراه سبورتنج بكره وبعده خلاص. يمكن دي من اصعب الفرقتين كمان اللي انتوا واجهتوها طوال الموسم في بطوله الدوري او في مختلف البطولات. كلميني ازاي هتستعدوا للمباراتين دول بالاخص ومباراه الشمس بكره ان شاء الله. احنا الحمد لله واخدين البطوله دي خطوه بخطوه، فاحنا خلصنا خطوه خلاص ورا ظهرنا. دلوقتي احنا هنركز على كل ماتش لوحده، هنركز على انه هنركز انه كل واحد دلوقتي، ان احنا دلوقتي عندنا بكره ماتش، هنركز على نقط الضعف برضو وهنريح ونبتدي نبدا خطوه جديده يعني لكل ماتش. طبعا يا منى اكيد كابتن يحيى يوسف بيتكلم معاكم دايما، امبارح انتوا خلصتوا تدريبنا على نفس الصاله، دخلتوا في معسكر مغلق، كلمين دايما بيتكلم معاكم يقول لكم ايه قبل المباريات المهمه زي دي، وطبعا الحاسمه ان شاء الله ان هي هتحسم لكم ان انتوا تتوجوا ببطوله الدوري العمومي للسيدات. هو الكابتن عامه بيركز معانا على الحته ان احنا نبقى احنا واثقين في نفسنا، احنا يعني لو احنا كويسين خلاص ما فيش حاجه بتقف قدامنا، فدايما بيقول لنا الكلام ده في الـ في الـ في الاجتماع، ودايما بيركز معانا ان احنا نركز في الدفاع والهجوم زي ما بقول لك، بس دايما العامل النفسي ان احنا نبقى مركزين واحنا اللي نركب الماتش. منا بشكرك جدا طبعا، وبالتوفيق ان شاء الله في مباراه بكره والمباراه الجايه، وان شاء الله تفرحونا وتتوجوا ببطوله الدوري. ان شاء الله. ميرسي قوي، شكرا. ده طبعا كان لقاءنا يا كابتن هيثم مع واحده من نجوم المباراه النهارده منا خالد، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. زميلتنا سالة حامد من ارض ملعب بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع منا خالد، وزي ما قلنا لحضراتكم النهارده عندنا لقاء ثاني، انتظرونا ان شاء الله لقاء ثاني الاهلي والزمالك لكره اليد الرجال، والمباراه ستقام في تمام الساعه 11 من صاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، ولسه زمايلنا بيبلغونا دلوقتي المباراه تتاخر ربع ساعه، تبقى الساعه 11 وربع بالتمام والكمال ان شاء الله. نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره ليوم القمه في كره اليد، الاهلي والزمالك سيدات، واللي انتهى بالفوز 35-28، وفي انتظار اللقاء الثاني اللي هنروح نتكلم عنه ولكن بعد الفاصل.